مشكلة في أمريكا وكندا، مشكلة في أمريكا وكندا. لو عادت الرياضة هتعود شراء التذاكر بنفس القيمة الشرائية اللي هي موجودة عليها ولا لا؟ ده أعربة كندا، تقرير نشرته جلوبال نيوز، تساؤلات عديدة حول رجوع الرياضة مرة تانية إلى الحياة، ده أكيد كلنا بنتمناه، لكن هل أسعار التذاكر هترجع مرة تانية بنفس الأسلوب، $1,500 و$900 و و و، لأن أغلب كندا وأمريكا دلوقتي بيعتمدوا، الفلوس كلها بتعتمد على المعيشة، دفع فلوس المعيشة. هل لو الرياضة رجعت مرة تانية هل التذاكر هترجع لنفس الثمن ولا هتقل؟ أعتقد الكلام ده هيقل، ده وجهة نظري. هما بيقولوا أكيد جوه التقرير بيقولوا إن شركات كثيرة جدا دلوقتي بتقترض بالبنوك علشان تقدر تتعايش مع الواقع ده، فأكيد الشركات دي مش تقدر تعلن مرة تانية في الدوريات دي، فأكيد حجم الرعاية هيقل أو أرقام الرعاية هتقل، فأكيد بالتالي أرقام التذاكر نفسها هتنزل. أنا مع الرأي ده، إن فعلا أرقام التذاكر هتنزل، مش هتزيد، مش هتطلع، لأن إحنا بعد الخروج من هذه الأزمة هتبقى الأمور صعبة جدا، بالذات إن أغلب الشركات في العالم اقترضت من البنوك، اقترضت عشان تقدر تقبض موظفينها، لأن الحياة مش مستمرة بالشكل السلس زي قبل كده. وأكيد الشركات دي كلها معتمدة على الدعاية ومعتمدة على القوة الشرائية، وأكيد القوة الشرائية قلت في العالم لكل الأجزاء الترفيهية، وكل القوة الشرائية موجهة ناحية الأغذية، وده شيء أكيد العالم لازم الموضوع هيتغير. وناس كتيرة بتقول إن العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا، ده اللي هنشوفه في الأيام القادمة بإذن الله.